الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل. موضوعين رئيسيين هنتوقف معهم بشكل تفصيلي النهارده من خلال هذه الحلقه. طبعا هيكون لينا حوار مفصل جدا وشامل عن اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده في دورتها ال 73 اللي بيحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهيلقي فيها كلمة، وهيكون لي أكثر من نشاط بالإضافة إلى اللقاءات الثنائية اللي هيعقدها هناك. أهم القضايا وصورة مصر الجديدة بكل أبعادها اللي من المنتظر أن تكون ضمن العرض أو الكلمة الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي. ده موضوع مفصل جدا معانا النهاردة في من القاهرة. لكن معانا موضوع تاني، هنرجع يومين كده لورا. يوم الخميس كان في اجتماع للرئيس بالمجلس الأعلى، قيادات المجلس الأعلى للشرطة قبل ما يتوجه إلى نيويورك، وكان في بعض الرسائل الخاصة من خلال هذا الاجتماع، أهمها الضربات الاستباقية ومحاربة الإرهاب والجهود اللي بتقوم بها قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة سواء في سيناء، أو شمول هذه العملية لتشمل أرجاء الجمهورية، جمهورية مصر العربية بأكملها. ده هيكون حوارنا التاني. فاصل ونرجع. الاجتماعات الدولية والقمم الدولية بهذا الشكل زي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بتنعقد بشكل سنوي في مقر اليو ان او الأمم المتحدة بنيويورك بتكون فرصة للقاءات كثيرة على المستوى الثنائي بتعقد ما بين القادة. الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي كل مرة بيحضر فيها هذه الاجتماعات بيكون ليه أجندة كبيرة جدا وخاصة جدا بلقاءات مع عدد من الملوك والرؤساء من الدول كافة اللي مشاركة في هذا الحدث. السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أكد أنه في حرص من الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي بتعتبر أهم منصة دولية بيشارك فيها معظم زعماء العالم، وبيقوموا بإلقاء البيانات اللي بتعكس سياسات الدول تجاه مجمل الأوضاع الخاصة بأنشطة الأمم المتحدة بما يعكس انفتاح مصر على المجتمع الدولي. التصريحات دي أدلى بها المتحدث باسم رئاسة الجمهورية النهاردة للوفد الإعلامي المرافق للسيد الرئيس خلال زيارته الحالية لنيويورك، وضح فيها كمان أن مصر بتشهد حاليا مرحلة متطورة جدا من التنمية وتغيرات كبيرة جدا في جميع المجالات، خاصة في مجال الزراعة والصناعة وكمان الإسكان. يمكن القول أنه مصر الجديدة تولد من جديد، وبالتالي فإنه من الأهمية شرح تطورات الأوضاع في مصر في المرحلة الحالية لإبلاغ العالم كله اللي بيحدث في مصر بشكل مباشر من جانب رئيس الجمهورية بما ينعكس بشكل إيجابي على الحضور المصري على الساحة الدولية. سفير بسام راضي لفت كمان أن مشاركة السيد الرئيس تتضمن حضور الدورة 73 زي ما قلنا الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلقاء بيان مصر، فضلا عن عقد الرئيس للقاءات ثنائية مكثفة عالية المستوى على هامش الاجتماعات مع عدد من قادة دول العالم، وأيضا مع الجانب الأمريكي من السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات المؤثرة في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، وكمان رؤساء كبريات الشركات الأمريكية اللي ليها أنشطة تجارية في مصر. على طول نروح نيويورك، معنا محمد عبد الله مراسل النيل للأخبار هناك يطلعنا على آخر التفاصيل الخاصة بهذه الاجتماعات. محمد
اهلا بيكي امل. يعني في البدايه انا حابب ان انا انقل معاكي بصوره الاستعدادات اللي تسبق انطلاق القمه 73 للجمعيه العامه للامم المتحده، واللي بالتاكيد هيشارك فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن ده النهر اللي مقابل لمبنى الامانه العامه للامم المتحده، زي ما انت شايفه معايا في قوات الامن الامريكيه في وسط النهر بدأت دي طلائع القوات الأمريكية بدأت استلام مهام عملها في هذا المكان، النهر المقابل للمبنى. قوات البحرية الأمريكية ستنتشر بكثافة هنا مع بداية انطلاق الاجتماعات رفيعة المستوى بحضور الزعماء والرؤساء، واللي هتنطلق يوم الثلاثاء، وأيضا في القمة ومنتدى هام جدا منتدى نيلسون مانديلا، والذي يعقد بمناسبة مرور 100 عام على رحيل نيلسون مانديلا، واللي هيحضره ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من زعماء الدول هيكونوا موجودين هنا. العمليات التأمينية بتتم هنا على اعلى مستوى. يمكن اتابع معاكي هنا، احنا المكان ده بالمناسبه اسمه حديقه الزهور، وده مهدى من الحكومه اليابانيه الى الامم المتحده في اشاره لاحلال السلام في العالم، واللي بيضم العديد من الزهور النادره من مختلف اماكن العالم. ده المبنى الامانه العامه للامم المتحده، واللي سيكون على موعد في المبنى المقابل له على موعد مع انطلاق القمه 73 للجمعيه العامه للامم المتحده. استعدادات تجرى هنا، اكبر عمليه تامينيه بتتم في العالم لهذا الحدث الهام. احنا متواجدين معاكم، نحضر بنتابع اهم الفعاليات واهم الاحداث اللي هتكون، او اهم المنتديات اللي هيتم عرضها على هامش اجتماعات الجمعيه العامه. هناك عدد من الفعاليات يعني تتوازى مع وتتزامن مع انعقاد على هامش انعقاد الجمعيه العامه الأمم المتحدة بيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هناك عدد من اللقاءات الثنائية بالتأكيد تقدمها اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي، والقمة الأمريكية المصرية اللي بتحظى باهتمام كبير من وسائل الإعلام الأمريكية هنا، واللي بيترقبها الجميع نظرا لأهمية العلاقات الثنائية ما بين البلدين، وأيضا نظرا للملفات العاجلة المطروحة على جدول أعمال هذه القمة، ومنها بالتأكيد الملف الفلسطيني. نعم أمل، بشكرك محمد عبد الله مراسل النيل مباشرة من مدينة نيويورك اللي بينعقد فيها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والصورة الجميلة اللي انت استعرضتها لنا من خلال الكاميرا، كاميرا النيل اللي موجودة في نيويورك. بالتأكيد هنرجع لك، وهيكون معنا متابعات حية ومباشرة دائما حتى انتهاء الاجتماعات. النهارده كمان وزير الخارجيه سامح شكري ادلى بتصريحات خاصه لمراسلنا في نيويورك، اكد فيها ان مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي الراهنه لحضور اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده بتعد فرصه يتم استثمارها لاجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائيه مع بعض قاده الدول العالم، الى جانب اجتماع السيد الرئيس مع نظيره الامريكي دونالد ترامب. هنستمع الى جانب من هذا الحوار. بالتأكيد هناك اتفاق على عقد هذا اللقاء، هذه القمة المشتركة. العلاقات المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية، علاقات هامة، علاقات بتعود بالنفع على الجانبين، وهناك حرص متبادل على استغلال هذه الفرصة للاستمرار التواصل على مستوى الرئيسين. وسوف يتم خلال هذا اللقاء بالتأكيد تناول سبل تدعيم العلاقة سياسيا واقتصاديا وأمنيا، واستمرار التوافق حول كثير من الرؤى في إطار التعامل مع القضايا المختلفة. طيب نرجع لأخبارنا ومتابعتنا هنا في مصر أو هنا في القاهرة، لأنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار النهاردة بتشكيل نظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه هذا القرار بينظم العمل بالصندوق، وده في إطار الحرص على تكريم شهداء وضحايا
المواجهات والعمليات الإرهابية وتقدير تضحياتهم، إلى جانب توفير أوجه الرعاية الكريمة لأسرهم. النهارده العام الدراسي الجديد باك تو سكول، المدارس رجعت تاني في 11 محافظه، بعض المدارس بدات النهارده، في مدارس تانيه هيبقى اول يوم دراسي ليها بكره. وزاره التربيه والتعليم بتدشن خلال العام الدراسي الحالي ثلاث تجارب جديده بتتمثل في المدارس المصريه اليابانيه ومدارس التكنولوجيه التطبيقيه وكمان المدارس الرسميه الدوليه. طيب تعالوا نطلع لفاصل ونبتدي اول حوار معانا النهارده، متابعه لاجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده بنيويورك.